هو أمين قلبه طيب كتير، بس مشكلته إنه عصبي شوي. بس هذا يزن صحيح آدمي، بس كتير مستفز، وهو اللي استفزه الأمين وخلاه يضربه. مظبوط. أمين ابن عمي حضرة المساعد، بعرفه منيح، هو هيك شو بدنا نساوي؟ أيوة قلت لي أمين ابن عمه، معناته قرابة. وبعدين؟ قام إجا أمين وضربه هديك الضربة القاتولية. قاتولية؟ اكتب. القاتولية. بس الله ستر ما كانت الضربة إلي، لأنه سبق وتهجم علي، بس نحن وقت ما وتناها مشان الجيران. مشان الجيران. مشان الجيران. وبعدين؟ أمين مانو مشكلجي، بس يعني هي هيك المشاكل اللي بتلزق في لزق. لزق. مزبوط يا حضرة المساعد، بس ما عنده سوابق؟ والله قصة اللزق فهمناها، والسوابق هاي اتركها علينا. هات تشوف. وبعد عين ولا قبلين يا سيدنا، يعني هو صار اللي صار بدون سابق انذار، وانا بقول انه هو مجرد يعني شجار ويمكن حله بدون ما يتحول لصراع. انا رايي انه نحل الصراع بشكل سلمي. واذا قلت لك انه المجني عليه بغيبوبه وما راح يفيك، شو راح تساوي؟ والله اللي صار احنا بنعتبره مشكله عائليه يعني، وما في داعي لجيتكم، حلينا الامور احنا بمعرفتنا يعني. سكر المحضر يا ابني وخلي الكل يوقعوا علي. حاضر يا معلم. لا تقول لي يا معلم. لا تقول لي يا ابني. سكر المحضر. والله خلي المحضر. دقيقة يا عمو، بس انا لسه ما حكيت. لك خلاص انت. ليش وقف؟ لانه انت معك شوية. شرف وقع. شرفي ما دام وقع. المساعد بدي اشوف امين شوي لو سمحت. طبعا فيك تشوفي بعد اذنك حضرة المساعد، يعني احنا عم نمول حالنا زياده، بس خطيب توصل لزمان ما شافته. موال على الرقبه. اسلام تقول امر. موفق. الحمد لله على سلامتك. شلونك؟ كيف الاجازه كانت؟ الاهل شلونهم؟ الله عليك. الله شو بدي اقول لك موفق، جبت الجبنات معك. يلا الله يكثر خيرك. الله معك، مع السلامة. حضرتك موفق. موفق اسمعنا، موفق طلع لي الموقوف أمين لعندي على المكتب، خلي يشوف خطيبته. يلا عم بسلم. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. تفضلوا خلينا نخلي المكان مشان الخطيبة تشوف الجاني. تفضل. شكرا. تفضل. أهلا وسهلا. شرف. تفضل أستاذ، فيقناك. ولا هذا شو توخذناش. شرف. شرف شرف شرف. ندمان يا رحمي. والله؟ وعلى شو ندمان؟ هي صاحت لك إقامة مجانية، لا شغلة ولا عملة، شو بدك أحسن من هيك؟ بدي إياكي توقفي معي وتضلي جنبي. والله؟ وشو رأيك أجي نحبس معك كمان؟ لا لا مو هيك قصدي. الله نيالي والله، حضرتك بتسود لي وشي وأنا بدي أجي وأقف جنبك. لأنه أنا بحبك. ليك أمين، أنا ما بدي أحبطك، بس بدي إياك توعدني إذا سجنوك كم شهر ما تخليهم يمددوا لك. ليش لحتى يمددوا لي؟ والله بخاف حضرتك يطوش حجرك وتضرب لك حدا من زملائك بالسجن، وقتها طبيعي يمددوا لك. هلا كل هذا الحكي وما بدك تحمطيني؟ إذا بدك تحمطيني شلون؟ بتعرف شو؟ بشلح لك المحبس وبزطه بنص وشك. لا 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 مو قصدي، الله وكيلك مو قصدي. لك يضرب الحب شو بذل إيه؟ شرف. ما بدك.